مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هاشتاغ بالعراقي. تم تداول في المواقع الإخبارية خلال اليومين الماضية تسجيل صوتي عن حالة احنا تحدثنا بها في خلال برنامج هاشتاغ بالعراقي، واللي قلنا إلى أن هنالك بعض الوزارات اليوم يقودوها سماسرة. هسه بغض النظر عن كون هذا التسجيل هو حقيقي أو غير حقيقي، أو هل الشخص الذي يتحدث هو حقيقة يقوم بما يقوم به، لكن من الحقائق ومن المراقبين ومن السياسيين الذين يتحدثون دائما إلى أن هنالك بعض الوزارات تدار من قبل أشخاص. هسه ذول الأشخاص عندهم اتفاق أو اتصال مباشر بالوزير، هذا موضوع يخصهم، أو ليس لديهم من اتصال مباشر بالوزير. لكن حقيقة الكثير يتحدث عن موضوع، ومن ضمنهم طبعا كانت تغريدة السيد مقتدى الصدر اللي وجهها للسيد هادي العامري، وهو موضوع بيع المناصب أو بيع بعض التفاصيل داخل هذه الوزارات. عفوا، لذلك أتمنى تتحملونا لمدة دقيقتين وشوية في الاستماع إلى هذا التسجيل الصوتي المسرب، واللي كان يتحدث من قبل شخص مع شخص آخر، والحقيقة كان الحديث مطول عن تفصيلة معينة في داخل إحدى الوزارات أو مجموعة الوزارات. خلينا نتابعها. ألو. هلا حبيب سيد، شلونك عيني؟ الله يحفظك. شلونك؟ الله يحفظك مهند. سيد حبيب يمي الأخ أبو مهند، عندهم عندهم الله يسلمك، عندهم على وزارة الزراعة شغلة. نعم. وياك دي يوضح لك. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. سيدنا الغالي الله يحفظك، طيب شلونك عين؟ الله يسلمك. احنا ما نريد نشعب وياك، نختصر لك، مقدمين على قروض زراعيه هاي مال الحاصدات. ايه. قيموها ب 75، يعني ينطون قرض 75، وكملنا كل الاجراءات وصحه صدور وكامله وصولات وبس على التحويل للخزينه. يعني كل شيء كامل. انت شو قرض بس شو اسمه يعني واحد حيكون 75 بس؟ لا لا، ست قروض. ثلاثة ذني تابعات إلي، يعني خاصات بي أنا أصرف فيه. أي يعني ذولا شلون تقول منطيني تحويل كامل و ما شي راح أشوف لك إياها وأدز لك خبر بهم. أي يعني إذا دق اسمه، إذا دق أنطيك اسمه، دق حاسبه كل شيء كامل، صح الصدور ما صح الصدور، وصل ما وصل، كلها كاملة بس يتحول للخزينة، يعني بس حصك. ماشي صح. تسلمي. طيب هاي وياك أبو مهند. أعطينا أبو مهند. ها حبيب السيد. أبو مهند. إيه. راح أخابر وأخابرك هاي واحدة. إيه. المالية. إيه. المالية شو بيها؟ الصناعة. المالية والصناعة. هو سعد شغلتين بالمال. اسمع. مالية صناعة بلديات شباب. حلو. مالية الصناعة البلديات شباب. من الوزير؟ منو؟ سيد محمود. حلو. توكل على الله. يلا ماشي حبيبي، رجع لي خبر على هاي. اقول لك هايني. بس هو ما حد يسمع. لا لا، لك شوف لي شغل ثقيل، لا تجيني خفايفي. ماشي. قل لي اريد فلان شغله، لا تقول لي شوف لنا شغل مثل ذاك يوم، قل لي شوف لنا شغل. ماشي. ما عندك انت شو تريد؟ غني الاربعه مالاتي. ماشي. والشباب بايت يمي امس بالليل بايت يمي في مال. الله عليك. يلا حبيبي ماشي ماشي. ما جذبني في هذه المكالمة الهاتفية المسربة ثلاث شغلات. الأولى أن الحديث من قبل الأخ محمود إلى أن الوزارات ذني يقودهن سيد محمود هو، والثانية إلى أنه لا تشتغل بالخفايف. هي شو معنى الخفايف؟ من يقرر من؟ من يحدد من؟ من اللي يقول إلى أنه هاي الشغلة خفيفة وهاي الشغلة ثخينة؟ والثالثة إلى أن طبيعة العلاقة اللي ما بين الشخص اللي قام بالمكالمة والشخص الآخر اللي بصفه مع هذا الشخص اللي هو الثالث. اليوم سماسرة الوزارات كثيرين، ورح نحددهم بالسيد محمود. ولذلك حقيقة هذه الحلقة هي رسالة مفتوحة إلى سيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن متى نتخلص من محمود؟ لأن اليوم محمود، وطبعا محمود مو هو شخص، ما يعمل به محمود ضمن هذه الآلية يعمل به الكثيرين في الوزارات. وكان اكو تسجيلات سربت، وكان اكو اشخاص، يعني احنا مثلا بالنسبة لي عندي لا تزال موجودة تسجيلات صوتية
لأحد المحافظين في المحافظات الجنوبية العراقية وهو يتحدث بنفس الطريقة، إلى أن اليوم أنا خابرت على فلان وفلان قال لي على مد فلان مناقصة وخابرني على فلان، وشفنا التسريبات اللي طلعت خلال الفترة اللي فاتت اللي كانت تتحدث عن مجموعة أشخاص مدراء مكاتب على وصولات مضروبة وغيرها التفاصيل. فلذلك هي حقيقة اليوم اللي تشوفوه أمامكم هي رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء احذر محمود. أتمنى سيد رئيس الوزراء وأعرف وكل أمل في سيد عادل عبد المهدي أن يدرك وهو يعرف إلى أن الكثير اليوم من هذا النموذج موجودين في الوزارات، لكن رأيكم اليوم مهم، كيف ممكن اليوم نتخلص من هؤلاء الأشخاص وشو ممكن اليوم يكون عندنا حد لمثل هؤلاء الأشخاص اللي قد يسيئون إلى رئاسة الوزراء والوزير نفسه جزء وزير ما يعرف، يعني هو ممكن يديرها مع بعض الأشخاص ضعاف النفوس في داخل الوزارة، وممكن أن تكون هنالك من مافيا لهؤلاء الأشخاص. بدليل السيد حاكم الزاملي كان يتحدث في حلقات سابقة وموجودة على اليوتيوب عن إحدى الشخصيات اللي كانت في إحدى الوزارات الأمنية، وهي كانت تدير هذه الوزارة تعطي عقود وتأخذ عقود وترتب كل التفاصيل في داخل هذه الوزارة، وأشار إلى بالاسم في وقتها، وتحدث أيضا على أنه ماذا يمكن أن يقوم هذا الشخص به بالرغم من مجهولية صورته واسمه الحقيقي وهواي تفاصيل خاصة بهذا الشخص. فتحية لي محمود. طيب طبعا خلال الحلقة راح يكون عندنا احنا ايضا ضيف عندنا من بغداد راح يكون يشركنا في هذه الحلقة، وايضا هي الهواء لكم ان تتحدثون بما يملي عليكم ضميركم. واذكر الى انه كل من يرد اسمه في هذا البرنامج له حق الرد، وحق الرد مكفول للجميع. لكن الأدهى من هذا إلى أن أحدى هذه الوزارات أو بعض هذه الوزارات اللي ذكرها، أنا متأكد أن وزرائها لا يدركون هذا الموضوع للسير الذاتية الخاصة بهم، ويعني حتى الكل يعرف إلى أنه من يمكن أن يدير من. وأذكر مرة أخرى إلى أنه من الممكن أنه هذا الشخص هو يتفق مع مجموعة أشخاص في داخل الوزارة على إدارة الوزارة بهذه الطريقة، وممكن ما يكون للوزير علم وممكن يكون إلى علم، وممكن للأشخاص اللي في داخل الوزارة وكلاء كل هذول التفاصيل التسميات اللي في داخل الوزارة ابتداء من الوزير وحتى أدنى موظف ممكن عنده معلوم أو ما عنده معلوم. طيب خلينا أشرك وياي من بغداد ضيفي سيد جبار. مرحبا بك سيد العزيز. يعزك الله يسلمك. الله يخليك. بارك الله بك. يحفظك. كم محمود عندنا اليوم بالوزارة برأيك؟ بالوزارات كلها 36 مليون محمود ما شاء الله. زين شو ممكن اليوم يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحد رحب بك أستاذ فداء وقناة تغيير فضائية ومشاهديها الكرام وعلى برامجها المتميزة واللي صار لها صدى في الشارع العراقي. الحمد لله. طيب سيد جبار، سيد جبار اليوم احنا هذا الشخص انا تحدثت في اكثر من حلقه وقلت الى ان اليوم عندنا سماسره في داخل هذه الوزارات بعض الوزارات، وهذول السماسره في بعض الاحيان يكونوا بعلم الوزير وبعض الاحيان يكونوا بدون علم الوزير لان هو يدير شبكه في داخل هذه الوزاره. اولا خليني ابدي، شو ممكن وصلت عندنا هذه الظاهره، ظاهره وجود سماسره في داخل الوزارات، ولماذا تفاقمت بهذه الطريقة أصبحت موضوع عادي كأنما مو فد شيء يعني مخبى؟ بداية الحديث أستاذ فداء، احنا سماسرة الوزارات من بعد عام 2003 تبين بأنه الوزارات مسيطر عليها من قبل الأحزاب والكتل السياسية التي أدت للعملية السياسية ودخلت بمسميات شتى، وتقاريركم السابقة وتقارير الفضائيات الأخرى ومتابع المشهد السياسي العراقي نلاحظ أن كثير من الوزارات تدار من قبل مدراء المكاتب للوزراء أو مدراء عامين لبعضهم أو وكيل وزارة قد يكون له سلطة أو تحزب مسيطر على المشهد في الساحة العراقية. ومثل ما دار في أحد القنوات الفضائية البارحة وكان حضور اثنان من النواب السابقين ومنهم القاضي وائل عبد اللطيف وعبد الحسين عبطان ضمن القائمة العراقية، وكذلك النائب الحالي كاظم الصيادي وأحد المحللين السياسيين والباحث في الشأن ومحاربة الفساد اللي هو على ما أظن سعيد يحيى أحد القناة الفضائية العراقية. كان الحديث في ما يدور على حديثك ومقدمتك للبرنامج
وانه السيد محمود هو اللي يدير الوزارات وكثير من الوزارات، وحسب المقطع التسجيلي اللي ظهر امس وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان الوزارات بانها تدار من قبل الميليشيات والاحزاب والكتل الفاسده التي اتت للسلطه ليس لإدارة بلد أو القيام بخدمة المواطن أو بناء دولة أو دولة مؤسسات، لكن أتت لما ناوية في نيتها، لأنه أتوا هم من منابع فساد ومنابع سرقة البلد وخيرات البلد. ولكن نلاحظ أنا من 2003 البداية دخول القوات الأمريكية قد نقول ما كان لهم المجال للعمل من أجل رفع وبناء المؤسسات الحكومية لأن أصابها الدمار لدخول الاحتلال. لكن بعد 2005 احنا نعيب على السياسيين اللي قائدين البلد 2005 وما لحقها من السنوات اللاحقة بأنه كان هنالك حكومات تدير البلد ووزارات، لكن تبين أن الوزارات إما يعني عندها متسلطين لأحزاب أو ناس يعني برأيك سيد جبار يعني مثل نموذج هذا السمسار اللي هو موجود لهذه الوزارات، وهو يتحدث يعني أنا مو دا أتهمه، لكن هو يقول أنا الوزارات ذني عندي. مثل هذا النموذج هو دائما بالوقت الاعتيادي، وحضرتك مراقب ومحلل سياسي، هو يكون تابع إلى الوزير، لو تابع إلى حزبه، لو تابع إلى جهة قد تكون بعيدة عن كل الأطراف ذولي. والله أنا على ما أظن تحليل للواقع، يعني مو تابع للوزير، قد يكون قد تابع للأحزاب والأحزاب مسيطرة، وإلا في فترة من الفترات جو وزراء قادة وزارات ليس لهم أي دخل بالاختصاص الوزارة. طيب. والوزارات على يعني الشارع العراقي على اطلاع بها، والسياسيين على اطلاع بها، والأحزاب على اطلاع بها، وإلا أن الوزارة الفلانية يقودها يعني رجل لا له علاقة، لا دارس ضمن الاختصاص، لا عدة أوليات عن الوزارة وما تقوم بها الوزارة ومهمات الوزارة. كذلك نجي نقول الوكلاء الوزراء اللي هم قرعوا روسنا بمسألة إدارة الوزارة ووكلاءها والمدراء عامين بالوكالات، إذن هم جايين القصد الموضوع جايين لغرض سرقة البلد وخيراته دون تقديم أي خدمات، وما ساد العراق من دخول الاحتلال الأمريكي وخروج عام 2011 ولحد هذه الساعة بأنه دمار في دمار في دمار. ليس هنالك بنى تحتية، ليس هنالك خدمات. إذن هو الشخص هذا اللي برز على مواقع التواصل الاجتماعي أو التسجيل الصوتي قد يكون هو تابع لحزب والحزب ساندة. أنا الباحث عجبني حديث القاضي وائل عبد اللطيف، هي الأحزاب مسيطرة على المنافذ الحدودية، على المنافذ البحرية، على مقدرات الشعب من النفط ومشتقات النفط. طيب. إضافة لأنه نجي نقول أبسط مثال البارحة بأنه لا يستطيع العراق أو المواطن العراقي من إنتاج محصول شتوي أو صيفي، وأبسط مثال الطماطة البارحة بأنه وزارة الزراعة أو المنافذ الحدودية أغلقوها بوجه استيراد محصول الطماطة، لكن هنالك بأنه من دعا أو أنا بين قوسين بأنه هذا الآفة الزراعية اللي جت على محصول الطماطة من مناطق الزبير. إذن أكو دوافع تدفع هذا السياسي أو أو الشخص المدفوع من الأحزاب. طيب. أو وإلا أنا أقول لك أكو أضرب لك مثل على الشخص هذا. أي. الجراجات، وقوف السيارات، مناطق بغداد، الكرخ والرصافة مسيطرة عليها جهات متنفذة، وإلا توقف بالرصيف يأخذهم عند السائق السيارة أبسط ما يكون 3000 إلى 5000 دينار المن تعود هاي، لا إلى وصل جباية، لا إلى شيء. إذن ذولا إذن عندهم ميليشيات حاميتهم، أحزاب ساندتهم. إذن هذا الشخص لو ما أكو عدة ناس ساندته وليس يستطيع التصرف والحديث بهكذا كلام. أنا الوزير ما يقدر يتكلم بهيج كلام بالضبط. الوزير ما يتكلم بهيج كلام، ولا ما هي اللي الحقيقة اللي جذبني سيد جبار حديث الأخ بالتسجيل. يعني أولا المتصل هو صاحب ثقة عالية جدا بأنه هذا ممكن ينجز لهاي الفكرة أو ممكن العقد أو شوف شو يسميها. والطرف الآخر يتحدث باسترخاء إلى أنه لا ذني الوزارات عندي. لما يتحدث اليوم عن خمس أو أربع وزارات
يعني وزارات هي لها ثقلها نعم اليوم بالبلد. نعم عدين هو عدين المالية والصناعة والشباب والبلديات عدين طيب. الرجل التسجيل نعم ذكرنا يعني ليش ما نذكر الأسماء بمسمياتها طيب. لا هو ما أقول إنه وزارات الموجودة عارف كل شيء صار في ده صحيح هسا هن ذني بالمال وسماها المسميات بالضبط هسا ذني الوزارات صار في ده إذا اسمح لي تفضل فدا عاقب لك على هاي السالفة لا تسمح لي ولا أمرنا عليك لا تعقب لا عفوا عجبا خلال هاي الوزارة الوزراء الجدد توزروا حاليا أم الوزارات السابقة جماعة الدكتور حيدر العبادي والأستاذ مأدور المالكي طيب. إذا كان قديما والله يا أستاذ العزيز الشعب بح صوته من الياب الفساد والاستغلال النفوذ واستغلال المال العام اما اذا من هذول الوزراء اللي ما صارهم كل واحد شهرين من صوتوا عليهم بالبرلمان وعلى يعني مراحل صارت مثل شغله اللي يعني شلون بالتناوب يوميه مثل 14 وزير بعدين 12 وزير 14 وزير بعدين 3 وزراء 4 وزراء اذا هذول بعدهم بالبدايه اذا بهالوقت يعني مهم حتى نقول نحط النقاط على الحروف اذا بهذا الوقت طيب. يا حافظ يا ستار بدايتها ما شاء الله اذا بذيك الوزارات السابقه والله على القضاء والنزاهة والمجلس النواب الحالي عليه أن يكشف كافة الملفات بهذا الخصوص والتسجيلات تحققون منها وإلا أنا أقول لك أستاذ إذا تسجيل المواطن عادي متهجم على الشخص الفلاني أو المسؤول الفلاني أو رجل الدين الفلاني يطلعوا فيه لحظات هذا التسجيل يتداول ما يقدر يطلعوا إذا الأجهزة الأمنية والناس المختصين لا طبعا عليهم أن يكونوا قد المسؤولية والدراية وعليهم أن يظهرون للشارع العراقي والناس البسطاء اللي ليس لهم قوة نعم. حول بأنه هذا الشخص صحيح ساند الحزب الفلاني لكن أنا أقول لك لا يستطيعون لأنه كل شخص عنده ملفات على الشخص الآخر صحيح. إذا أبرزتها سوف أبرز عليك ملفات طيب. اللي ضده يعني حضرتك تتحدث عن هاي السالفة أنا ذكرت في البداية قلت لي لأنه أحد المحافظين في المحافظات الجنوبية تسجيلات صوتية عند تقريبا حوالي 6-7 تسجيلات وهو طبعا يبدو انه هو اللي سربها لان هي تدري اللي يسجل يبين من اللي قاعد يحكي بالطرف الاخر وهو يتحدث بنفس الطريقة نفس الآلية وموجودة عندي يعني اذا كان ممكن شخص ممكن يريدها يعني ذاك الوقت يكون اكو والله هذا انا كنت على ماضي القاضي وائل عبد اللطيف حتى لا البارحة هم ذكر هالموضوع أي. هم ذكر بهالاتجاه الخصوص بانه المحافظ قد يكون بالبصرة او المحافظات الاخرى بانه له تسجيلات وسبق وانه قال الشغلة الفلانية وقال سوينا فلان شيء وتعال جيب هالقد ونسوي لك هالقد اذا عليهم ان يكونوا إما قادة حقيقيين إما قادة انتهازيين وسراق مال ولصوص عليهم أن يكونوا يواجهون الشعب العراقي مثل ما البارحة الدكتور عادل عبد المهدي سار بشارع الرشيد وشرب الشاي مع أمينة بغداد اللي ما شاء الله أمينة بغداد طلع بغداد منورة كأنها دبي على قولة عبعوب زين كأنها دبي البارحة ما ولا كأنهم الأوساخ والأزبال وآني قبل ما يجي الدكتور عادل عبد المهدي البارحة زار شارع الرشيد شفت القوات الأمنية منتشرة من باب المعظم لحد السنك إذن عليه أن الزيارة حتى الزيارة اللي يقوم بها رئيس الوزراء ترى يعد لها قبل ساعات أو قبل يوم لغرض القيام بالزيارة ولكن المباوع ما شاء الله الكتل الكونكريتية والشوارع حش الحضور حش ما يقولوا بوجهه السامع الوسخ اللي والأزبال التارسة الشوارع وعليهم أن يكونوا بأنه يشيلون هل حش سامع الزبالات من طيب. الدوائر ومثل هي هكذا نموذج تعبان والله بأنه متكوش على 4 وزارات اللي مثل ما ذكرت طيب سيد جبار شلون ممكن اليوم الصناعة والشباب اليوم إذا وجهنا رسالة للسيد رئيس الوزراء شلون ممكن اليوم احنا نقضي على سيد محمود او يعني طبعا على نموذج السماسرة اللي موجودين اليوم بهذه الوزارات شو ممكن نقضي على هذه الظاهرة اللي موجودة مو قلت لك استاذي أنا باستطاعتهم مو قلت لك الاتصالات مراقبة ووسائل الانترنت التواصل الاجتماعي كلها مراقبة يقدرون يطلعون المكان والموبايل رقم الموبايل والمكان الموقع اللي صار بالحديث والأصوات منه هذا باستطاعتهم لا إذا كانوا جادين لكن هم كل الطبقة السياسية الحالية لا يستطيعون كشف الملفات وإذا سيد محمود طلع يجيك أبع سيد محمد وراء سيد أحمد وراء سيد جاسم وراء سيد حسين وراء سيد عباس وغير من الأسماء وسيد عبد الأمير وسيد والناس وسيد خناس وكلها تجيك السادة ما شاء الله ولا ورجال الدين الآخرين والشيخ الفلاني والسيد الفلاني ورئيس الحزب الفلاني
والفساد ناخر جسم الدولة العراقية من فوق من القمة للأساس. طيب. إذن عليه أن يكون عادل عبد المهدي ولا هو ما يقدر ولا ثلاث وزراء حاليا لحد الآن ما كمل الكابينة الوزارية عليها أن يستطيع على قولتهم يضرب بيد من حديد، لكن هل يد الحديد سوف يتموح النار اللي هي أقوى من يد الحديد اللي يضرب بها نار الفساد ونار المفسدين في جسد الدولة العراقية والأحزاب اللي أتت لغرض سرقة البلد وليس إعمار البلد وإدارة دفة البلد بالطريقة الصحيحة. خلاف ذلك سوف لن يكون هنالك يعني بلد يستقر ممثال هكذا حش السامح حثالات يعني يصرحون بواصل مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات بأنه أنا أدير ترى استاذ في ده. طبعا اكو هذه الحاله وكثير من هذا النموذج اكو والا الملايين والمليارات اللي انصرفت على العراق من 2003 لحد اللحظه ايش عمرت؟ لو هذا اللي كم مليار دولار انصرف على العراق من ذلك لهذا؟ اذا لو ماكو من هيك نماذج محمود السيد محمود وغيره والا العراق كان صار جنه الجنات وليس جنه طبعا. جنه الجنات. اذا عليهم ان يكونوا في 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 مأمن في مأمن من هذه النماذج التعبانة والحثالات اللي تتحكم مقدرات هذا البلد، وخلاف ذلك سوف يكون على العاقبة وخيمة على هذا الشعب المظلوم. طيب سيد جبار يعني يمكن في سؤال أخير الحقيقة اليوم احنا إذا مثل هذه الشخصيات تدير هذه الوزارات وعندنا اليوم وزراء ممكن يعلمون بها وما يعلمون، برأيك اليوم هل ممكن الشارع العراقي ينتفض بحيث يصل إلى مرحلة أنه يلفظ مثل هذه الشخصيات الموجودة، وما مدى خطورة مثل هكذا الشخصيات على الواقع العراقي نفسه؟ يعني إذا كان هذا النموذج موجود من دورتين ثلاثة فالمصيبة أكبر. يعني مو قلت لك أستاذ فداء أنا إذا ضمن هالوزراء الموجودين وهيش نموذج يديرهم اقرأ على العراق السلام. إذن الشعب العراقي يطلع مظاهرات، لكن هنالك تكميم الأصوات مثل ما حصل بالبصرة ومثل ما حصل ذيك السنة بال 2017 من دخول المنطقة الخضراء والمساومات وتهدئة الأمور ودخول مجلس النواب والجلوس على الكراسي ولحد الآن الميكروفونات ما تشتغل وأجهزة التصويت ما تشتغل بالقاعة مال مجلس النواب. إذا عليهم سوف يكون حتى لو الشعب انتفض سوف تكون هنالك جهات أخرى تعمل على إسكاته وعدم إبراز صوته وإبراز الحقيقة للشارع العراقي والعالم أجمع. إذا في هذه الحالة يعني قلت لك وبين قوسين قلت لك إذا من هالوزراء الحاليين والعياذ بالله، لكن إذا الدورات السابقة وعلى الرغم من أنه هي نفس الأحزاب اللي كانت حاكمة ضمن ذيك الدورات هي حاكمة هذه الدورات، لكن عجبا دكتور عادل عبد المهدي وقلت لك وعيد دكتور عادل عبد المهدي لا يستطيع ما لم تسانده الأحزاب والكتل السياسية القابعة تحت قبة البرلمان ولا الشعب. أنا أقول لك الشعب ساكت الشعب راضي، كيف تكون يولى عليكم الشعب العراقي؟ كثير أبسط مثال بأنه 2003 ما جاء الأجنبي سرق العراقيين وإنما بعض ضعاف النفوس من الشعب العراقي هم سرقوا الدوائر العراقية والدوائر الحكومية وحتى الأملاك الخاصة والأملاك العامة، لكن مثل ما قلت كوفة مثل ما تكون يولى عليكم. طيب. مثل ما تكون يولى عليكم. طيب. نكون حرامية يسلط الله علينا حرامية وسراق، وما هذا ما وسلطه سبحانه وتعالى علينا، ونلاحظ السراق يسرقون في الليل والنهار والشعب العراقي نايم ولا يفعل شيء. إذن عليهم أن يكونوا العراقيين يتوبوا إلى الله توبة نصوحة ويتركوا الماضي ويعملوا على إزالة هذه الطبقة الفاسدة والسراق سراق المال العام، والعمل على إزالتهم والعمل بكل جدية دون الرجوع والرضوخ لبعض الأصوات النشاز اللي تعمل على إسكات صوت الشارع العراقي. خلاف ذلك سوف يكون الحال من أسوأ إلى أسوأ. طيب سيد جبار خضير محلل سياسي شكرا جزيلا لك، كنت معي من بغداد. ممنون سيد الله أشكرك بارك الله فيك. الحقيقة يمكن هو الحديث طويل في هذا الجانب وفي هذه القضية لليوم اللي تعتبر جزء من قضية الرأي العام، إلى أنه اليوم اللي نشاهد مثل هكذا شخصيات موجودة في الوزارات تحتاج إلى أن يكون هنالك الكثير من التساؤلات. من ضمن هذه التساؤلات، هل حقيقة كل الوزارات اللي اليوم تخضع لسماسرة، هل هذه السماسرة هم تابعين لأحزاب أم تابعين للوزير أم تابعين إلى شخصيات متنفذة؟
وهل ممكن أن يكون هنالك من حملة لتنظيف الوزارات من سماسرة هذه الوزارات؟ وكيف ممكن أن يباع بهذه الطريقة؟ اليوم لما أقول أنا بنموذج إلى أن عدنا أكثر من طرف وأكثر من شخص اليوم يبيع العقود، ويعني هو بالتسجيل يحكيها يقول لا تجيني بالأشياء الخفيفة، تعالي بالأشياء الثقيلة. طيب هي الأشياء الثقيلة شنية والخفيفة شنية؟ يعني اليوم يتحدث بالتسجيل الصوتي ويقول لي عندي 6 عقود وكاملة أمورها أوكي، بس أتصور هي تحتاج إلى دفع. اليوم ما قال هاي الكلمة، فمعناه إحنا نتحدث عن مبالغ مالية عالية. طيب كوميشن اللي يؤخذ من قبل هذا الشخص، هل هو مناصفة مع شخصية متنفذة أخرى، أم هو يعتبر اليوم مواجهة لهذه الشخصية وهو يدير الموضوع؟ كثير من التساؤلات الحقيقة قد تكون هي موجودة اليوم في بالنا ونبحث عنها عن إجابات. لكن الأكثر يمكن تساؤل الموجود، كم محمود عندنا اليوم بالوزارة؟ كم وزارة يملكها أو يسيطر عليها بهذه الطريقة هو محمود؟ وهل من اليوم هذا الشخص هو يستطيع حقيقة أن يسوي هيك أشياء، لو هو مجرد يعني ما ينفذها إلا مقابل مبالغ مالية، أو أصلا هو ما ينفذ، مجرد أنه هي كلمة وتنقال وخلصت؟ فالحقيقة احنا لما طرحنا هذا الموضوع هو مو أول مرة ولا هي سابقة بالنسبة للعراقيين، لأن قلت لكم اليوم الكثير من النماذج والكثير من الأشخاص شخصيات العراقية تحدثت بها، من ضمنهم السيد حاكم الزاملي، السيد مقتدى الصدر، السيد هادي العامري، كل هذول الأشخاص، بعض السياسيين تحدثوا عنها، دكتور وادع عبد اللطيف، هواي اليوم من الشخصيات السياسية اللي مرت كانت تتحدث على أنه هنالك من أشخاص اليوم هم فاسدين ويتم بيع المناصب، وكيف ممكن المناصب تباع بهذه الطريقة، وكيف أن العقود تحال بدون أن يكون هنالك من يعني عدالة في عملية توزيع هذه العقود على الأشخاص حتى وإن كانوا هم رجال أعمال وغيرها. فبالتالي هي منظومة كأنما اليوم أمامنا، إحنا نحاول أن نطرح عليها ألف علامة استفهام. فأيضا طبعا أرقام الهواتف أمامكم لاستقبال اتصالاتكم وأراءكم حول قضيتنا لهذا اليوم. وأرجع وأقول هي رسالة مفتوحة للسيد رئيس الوزراء، احذر محمود، لأن اليوم هذا النموذج يسيء إلى كل العمل اللي موجود. وحقيقة مثل ما تساءل السيد جبار أخضير، قال إلى أنه هل هذا التسجيل هو يعود إلى هذه الوزارة اللي يقودها السيد عادل عبد المهدي، اللي كان يقودها السيد حيدر العبادي، اللي كان يقودها السيد المالكي؟ يعني هل هي بأي وزارة في أي حقبة زمنية كان موجود مثل هكذا شخصية؟ يعني حسب المعلومات متوفرة عندنا اليوم أكو وزارات كانت تدار بهذه الطريقة، فلذلك تبقى التساؤلات موجودة. طيب ويانا اتصال رشيد من بغداد، تفضل رشيد. رشيد من كربلاء. من كربلاء، تفضل رشيد. شلونك حبيبي؟ يا هلا بيك، الله يخليك. شلون اخبارك؟ الله يرضى عليك، والله اليوم شفناك فرحنا بيك، الله يرضى عليك ان شاء الله. الله يخليك، الله يسلمك. والله انا دروع على استاذ محمود بكني يفك مشكلتي هذا الرجال. طيب والله 137 دونم وخمس دوانم سوى مليارين، بكني اخذني وتعطيني شويه من عدل. برايك احنا واني والله انا نخيت عجلت، نخيت الدنيا كلها، بس الشرقيه سنه انا ويا الشرقيه وما سوت لي شيء. طيب وانت يا حبيبي بكيت ناشد لرئيس الوزراء من يمك، قول اربع دوانم، اربع دوانم بالوزاره الماليه يبيعونها ب 700 مليون وزوروا الوصل، ورحت للطرق مال كربلاء ويقولوا روح انت اشتكي عليها، ورحت للطرق مال بغداد وايضا يقولوا روح انت اشتكي عليها. يعني ما تناشد لي بجاك وجاه اللي هذا الوجه الحلو، تناشد لي رئيس الوزراء خلي يستضيفني، خلي اجي عليه، خلي اقدم له طلب، والله يرضى عليك. هاي السنه الجديده يا رب ان شاء الله، ان شاء الله الله يسهلها ان شاء الله علينا وعليك. رشيد ممنون منك انا حضرتك، تسلم، شكرا جزيلا. حيدر من بابل، تفضل حيدر. ابو حيدر من بابل. ابو حيدر يا هلا بك ابو حيدر، الله يخليك يحفظك. استاذي احنا بالنسبه لمحمود صارت محاميد عندنا وايد. هاي واحدة، والثانية محمود خاف يطلع بجيب الدور المصيبة السوداء. شلون؟ ها؟ شلون محمود شنو؟ خاف يطلع يمه محمود بجيبه، خاف يطلع. إذا احنا محمود نخاف من عنده والسيد رئيس الوزراء خاف من محمود، نقعد نسكت نعزل. عليش محمود؟ ها؟ هذا خاف ذاك وهذا يريد له دفع، احنا شنو ذولي؟ هو شغلة الفساد إذا ما ينتهي بالعراق معناته إحنا منتهين.
إلا ينتهي الفساد مثل داعش، لو انتهى داعش لازم ينتهي الفساد. صحيح والله. طيب تحياتي لك أبو حيدر، شكرا جزيلا. بالمناسبة أيضا تساؤل الآخر، إذا كان صدق هو اسمه محمود، لأن يعني أكو أسماء يعني حركية لبعض الأشخاص اللي هم معروفين باسم فلان أو أبو فلان، فلذلك إذا كان أصلا هو اسمه طبعا محمود. طيب نأخذ عندنا اتصال. طيب خليني فقط أنوه إلى موضوع، إلى أنه ذكرت في إحدى اللقاءات اللي كانت موجودة في إحدى قنوات التلفزيونية، كان أحد السياسيين يتحدث، بدي أحضرني اسمه سأتذكر إن شاء الله، كان يتحدث إلى أنه تم عرض إحدى الوزارات في ما أدري يمكن الحكومة السابقة أو قبلها واحدة من عندهن، المهم تم القضية هي تم عرض إحدى الوزارات مع الشخص اللي ينسق العمل وزارة. الحقيقة في وقت أنا صفنت قلت شنو من ينسق يعني، وبعد يعني تدرون هذا الحدث الصحفي التفحيص والتمحيص عرفت إلى أنه من ينسق هو السمسار نفسه، يعني هاي الوزارة مع سمسارها، فهذه تجيب لك هالقد. ولذلك احنا كنا في لقاء مع احد الشخصيات السياسية هنا بالقناة وقلت له إلى أنه هل اليوم الوزارات هي عبارة عن شركات للأحزاب؟ قال إيه هي شركات للأحزاب تستفاد من عندها وتأخذ من عندها مبالغ مالية، ولذلك هو يكون عائد إلها، ولهذا في بعض الوزارات يكون هنالك من صراع على الوزارة الفلانية المسمى باسمها لأن يعرفون هم مردوداتها المالية. طيب عندنا اتصال سعد من الكويت، تفضل سعد. يا هلا بيك. هي هلا بيك استاذي. الرأي العام يريد تعاون وخدمات صحية شبه يومية، والإعلام رسالة خالدة سامية، مفيدة للمجتمع والجمهور، وتعيها إذن صاغية واعية، مطمئنة مبدعة في كل الأحوال. وآخر الكلام رزق العاطلين عن العمل من الثمرات ومليارات الجمهورية. تحياتي. آمين. شكرا جزيلا لك. طيب عندنا إبراهيم من كركوك، تفضل إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله على إبراهيم. بلا زحمة عندنا بالنسبة لهذول الفسق عدد. يعني وزارة الدفاع هسه الداخلية رجعوا ديسون عودة. إبراهيم أولا نصير التلفزيون حتى تقدر تسولف السالفة كاملة مو ضد قطم ليها رحمة الوالديك، واثنين بس فهمني شنو مفسوخ عقدهم وليا وزارة تابعين. أنا كنت فرقة 12. طيب هسه جماعة الداخلية ديسون عودة. إيه فرقة 12 جيش عراقي. نعم. طيب وانت جماعة الداخلية يعني هسه مفسوح عقدهم دي يرجعون. هسه دي يرجعون يعني عندي أصدقاء دي عودونا بسهم، بس إحنا شنو مصيرنا؟ يا سنة انت يا سنة مفسوح عقدك. 2014. انت شفت جوة رئيس الوزراء اللي صارت البارحة، كانك واحد أحد الأشخاص تحدث عن موضوع مفسوخ عقودهم والهاربين. قال إن شاء الله دورة 2014 راح يكون أكو إجراء عليها إذا ما كان أكو نوع من المؤشرات الأمنية عليهم. والله ما عندنا اي شيء، شو احنا مثل الروضه. ايه هسه هو كنا نطلب يوم اجازه ما حد يعطينا. هسه هو سيد رئيس الوزراء حكاها على ربك، يلا روحوا لبيوتكم. هو سيد رئيس الوزراء حكاها، وكان اكو شخصيه بصفه ايضا حكي بالموضوع على 2014. اخوه بالنسبه للضباط هم باعونا، يعني شو هذول رجعوهم الضباط والجنود ما رجعوهم، شنو السالفه؟ يعني رجعوا الضباط وما رجعوا الجنود، هم باعونا. طيب إن شاء الله إذا صار من المستجد على هذا الموضوع راح نطرحه مباشرة هنا بالبرنامج. ممنون منك كان، شكرا جزيلا إبراهيم. أبو زينة من بابل. أبو زينة. يا هلا بيك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، هلا بيك ومرحبا. أبو زينة أنا هاي رسالة موجهة لوزير الكهرباء طبعا. أي تفضل. وزير الموارد المائية يعني. أي. عندنا سدة ترابية على نهر الفرات. وين؟ بال 58 تأسست. وين هاي السدة؟ على نهر الفرات من صابة على طريق كربلاء، إذا جاي كربلاء على طريق كربلاء. طيب على نهر الفرات سنة 58 سوى للفيضان. قام أحد المسؤولين بتفليشة وبناء بناية عليها. بناية على السدة لو على النهر؟ لا على السدة الترابية اللي مسوي للفيضان. لا على السدة. طيب من هو هذا المسؤول اللي سواها؟ بعد
بعدين توصلها الوزير والوزير هو يقوم دوره. يعني من هو وزير لو محافظ لو بالمحافظة لو وين يعني شنو مسؤول؟ مسؤول بالدولة. مسؤول بالدولة. ايه. طيب. والضغط العالي بنص المحلات. والضغط العالي بنص المحلات. هي المحلات جت من الضغط العالي ولا الضغط العالي حطوه بنص المحلات؟ لا لا الضغط العالي موجود وبنى المحلات بنص. بنى محلات يمهن يعني ايه. ايه لا بنص بنى. هاي وين هاي؟ هاي قضاء المسيب. قضاء المسيب نفس القضاء بالمركز؟ لا على طريق كربلاء بغداد. طيب نفسه يعني اذا تقول عليه منطقه. خليج مع وزير الكهرباء، خليج مع وزير الموارد المائيه. ايه. موجوده هاي مو يعني. طيب. جيد تحياتي لك شكرا ابو زينه، يعني هسه هاي اثنين هن لما الضغط العالي جابوا محلات وسده ترابيه هي للحمايه من الفيضانات احد المسؤولين بنى بيها بيت، يعني هدها وبنى بيت. طيب. مثل اكو احد المسؤولين في احدى المناطق في بغداد فرع، هو فرع فرع يؤدي الى مكان ما بالمحيط، يؤدي الى يعني بالمحيط منطقه المحيط. فرع سد الفرع منا، سد الفرع منا، انا حط له باب منا، حط له باب منا، وكان يبني سوا بيت احد المسؤولين ذاك يوم يتحدث يقول انا ماكو في شيء بذمتي. طيب عندنا اتصال علاء من الحله، تفضل علاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله العلاء. أستاذي العزيز أنا عندي أنا أشتغل أجر يومي على الصحة. طيب. وفهلت من واحد واحد هاي السنة الجديدة. يعني قبل سبعة أيام. قبل سبعة أيام قالوا لنا لا تداومون بعد. ليش؟ لأن يريد يختارون يقول منطين يسوون تقلصات. أي تقليص. ايه ويريدون ياخذون هلا هذول يعني اولاد الموظفين واحنا طردونا. كم واحد انتم؟ والله احنا بينا 10 تقريبا. 10 اجر يومي وين بيا مستشفى؟ احنا بمركز صحي. يا مركز شو اسمه؟ المركز تابع للنيل. اي شو اسمه المركز الصحي؟ مركز صحي في وين يا قضاء يا قريه يا سالفه يا بسريدي. بسريدي. سريديه؟ بسريدي. طيب هسه هذا ومنو اللي هو قال لكم بلغكم قال لكم لا تدامون؟ بلغنا مدير القطاع. مدير القطاع، انتم 10 قال لكم لا تدامون بعد، زين ليش تدامون بعد؟ يعني شنو خلصت عقودكم؟ فسخوها شنو؟ هو كان استاذ العزيز هو العقد ما ادري يعني هم يريدون يختارون اللي يريدونهم هم احنا طردونا. طيب شباب الهواي بها سوالف ما شاء الله. طيب شكرا تحياتي لك. ام محمد من بغداد تفضل. ام محمد السلام عليكم. يا اهلا بك وعليكم السلام. شلونك ابني؟ يحفظك يخليك. اني هذا حبنا محمود. اي محمود كمدير عنده ليش ما يجي ياخذ الوزارات؟ والله وايد احسن لنا. ما تفيده مو هو باختصاص هذا بس للوزارات. لا والله يجوز هو احسن ايش ما ادري احنا زين. هذا محمود البقيه شو اسمهم؟ اي ما اعرف بس قولي كم محمود عندنا احنا؟ لا يجوز غير اسم بس هذا يجوز خلي يجي هساني باوع قمت ترضى شوف يقول كذب كذب المصفط أي. من صدق المخربط بالضبط. يجوز هذا محمود حرام مرتب هو يجوز انا قلت اي هسه يجوز هو يعني هسه ما بدي اقول كذاب حتى تحسب علي بس هو يجوز مثلا لا 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 مو حقيقي لا لا وممكن يحكي ممكن يحكي هو يعني عادي اي يجوز انت ليش قبل 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 2003 ليش ماكو بوك كان؟ قبل 2003؟ اي ماكو بوك؟ اكو بوك بس اكو قانون. اكو يجوز مثل محمود اكو بوك يجوز يشتغل بالضبط يجوز هذا ها؟ اي يجوز اي هسه محمود خليه يجي خلي نجربه اي طيب شلون صير محمود؟ قول له تعال يا خليه يجيبوه والله ام محمد يعني هسه تحيه طبعا لحضرتك هسه رساله لمحمود محمود يا ابو محمد تقول لك هسه اذا انت تبوق وتشتغل اشتغل احمل والدك ترى تعبنا ايه لا لا والله وداعت والله صحيح ايش بيك هسه انت انا عايز ذاك الوقت كانوا يفسدون مقاولات يا ابني ايه يشتغل بس يبوق نسبه ايه بس تجي تشوف الشغل الشغل نفذ بشيء صحيح وانت يعني مو هم يعني هم عايش كنت تجوز كليه كنت طالب بس ينفذ شارع يكمل هسه المصيبه ما يكمل المشروع ها اذا وقف المشروع احتمال ما يجي للمشروع هو ما عطيه الف رحمه عليه والديك حتى عشان
الشارع، وين وين المحكمة؟ يا محكمة على الحرية. اي الحرية المستشفى والملعب. اي شنو مصيرهم ذني الهياكل الواقفات؟ هاي ما وصل محمود. ها؟ ما وصل محمود هاي. دخلنا نصيد المحمود ونقول له يا بعض بلكي يطلع احسن. طيب احنا كل شيء جربنا. اي والله. ما شفنا ما نريد بعد بدنا نشلب بقش وداعسه. اي والله. يقول والله يا ابني. يقولوا لي هذا حرامي بس يشتغل. شو اقول له؟ يعني وصلنا هيك مرحله يا ابني. لا اله الا الله. يعني وين قبل هيك اكو؟ قبل يبوق بس ما يبين يبوق، بس احنا واحد يقول لله بسكوت بشنا نقول هيك؟ هذا ترى اخذ نسبه، ايش يقولون؟ المهم من يجوا من نروح مثلا نباوع شغله يشتغل يكمل المشروع. هاي يعني بذاك الوقت ايش قد جسور، ايش قد مستشفيات انبنت، ايش قد شوارع بس بيها بوق. بس مثل هيك المصيبه ما شفت. حرامي علني، واحد يغطي لله من بداية. يعني هسه تجيب واحد مثلا فراش من الفراش مكان تلقاه من الفراش للفوق للمدير العام. ما يصير يعني، الله ما يقبل. والله يا محمد ما حكيت الا صح. كارثة. الا منقذ يجي، الا هسه يجي منقذ. واني عتبي من منبركم للمرجعية من توقف يوم الجمعة. يعني إذا قالت الإمام الصادق قال هاي الحكي إلي وإلك، من قالت الإمام علي قال هاي إلي وإلك، سيدنا عمر قال إلي وإلك، بس خلي توقف مثل وقفة شلون كان الإمام الحسين. هم إيش صارت؟ والحسين وقف. هم صار بوق علني. هي صارت من طلع الإمام الحسين. غير هسه المرجعية أريد توقف، لا تنصحني أنا وإنت. احنا الحمد لله كلهن نعرفه، بس توقف تقول فلان وفلان وفلان. صح. لان ما يصير طفح الكيل يا ابني. يعني رواتب الناس لي هسه قسم ما ماخذين رواتب، العقود قاعد يطردون بيها. هاي بعد الميزانيه العد ميزانيه 19 راح يشوف فيها. راح يشوف فيها هي تعيط المره وتصيح ماده التميمي وما جاي حد يسمعها. بعد علي من لات علي من حاطين البرلمان وحاطين صخام صخم ابويا. طيب تحياتي لك يا ام محمد، شكرا جزيلا لحضرتك. عدنا ابو علي من النجف، تفضل ابو علي. طيب يعني للامانه الاعلاميه ام محمد ما حكيت الا صح. هذه اللي بداخل كل عراقي اليوم حقيقه. للاسف اليوم وصلنا الى مرحله ان نتنخب محمود، انه بحيث ممكن يجي يسوي لنا شيء او يسوي لنا مشروع معين او ينجز لنا انجاز. وهذا للاسف اللي اليوم وصلنا الى المرحله. طيب خلينا ناخذ اتصال. عندنا ابو علي، تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. على ابو علي حبيبي، ما تسالنا محمود ما تسالنا محمود على اللي راح وفد لاسرائيل. راحوا بطياره، راحوا بسياره، راحوا مشي. طياره ماكو مزود طريق منك، لازم طياره. على جوازات ومختم جوازات، شلون على اساس طلعوا؟ طيب سألنا محمود شلون راحه وشلون وصلوا، هل هي ملفقة أم ما هي صديق؟ والله هي بعد وزارة الخارجية مجلس النواب طالب استبيان رأي من وزارة الخارجية ونشوف شنو الحل. راحه وما راحه والجماعة طلعت كذب صدق. تحياتنا لك أبو علي. طبعا بمناسبة هو الخبر يتحدث إلى أن مجلس النواب كان قد أرسل كتاب إلى وزارة الخارجية لاستبيان رأي حول موضوع زيارة وفد برلماني حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بعض المواقع الإخبارية لزيارة وفد إلى إسرائيل. فالحد الآن والكيان الصهيوني الحد الآن ما مثبت روحتهم ولا عدم روحتهم، حد ما يكون هنالك من إجراء من قبل وزارة الخارجية ويكون بكتاب رسمي يوجه إلى مجلس النواب. يعني بوجهة نظري هسه الروح لإسرائيل مصيبة وهاي مصيبة وهاي مصيبة، ما يتلقاها العراق من أي مصيبة تجي، فهي هاي هنا المشكلة. وراحتهم الجماعة هي مصالح شخصية لو مصلحتنا. أعرف عدوك ما عندنا مشكلة، يجب أن تكون أنت اليوم على علم ودراية بعدوك اليوم حتى وإن كان مو عدوك المباشر، لكن على أقل تقدير اليوم أنا شخصه أفضل مما أنا عايش بالشارع سبهلة لو ما أدري بالسالفة شنية. شو وقت ما يجي هذا والله عود تحاور وياه وذاك ما تحاور وياه وهذا تحاور وياه إيه وهذا نص تحاور له، بس هذا اللي قالوا لي فلان جمع عليه تحاور وياه وهذا قالوا لي لا تحاور وياه. ما أكون أنا دمية، لازم يكون عندك الترأي وإنجاز بالنسبة إلك بموضوعة المعرفة من عدوك ومن صديقك في هذه العملية السياسية العالمية اللي مدارة اليوم
وفق وجود الأقطاب اللي إحنا نشوفهم. وبذلك أيضا يمكن اليوم الإشارة إلى أنه كم شخصية اليوم عندنا من شخصيات السياسية اليوم في داخلها مستعدة أن تكون محمود، ومستعدة أن تذهب إلى إسرائيل والكيان الصهيوني، ومستعدة اليوم أن تذهب إلى أحضان بعض الدول الإقليمية، ومستعدة أن تقدم شيء للبلد. شنو اليوم النسب؟ يعني لا يعلمون الأنفس إلا الله سبحانه وتعالى. بس بالتالي اليوم قمنا بعد ما نصدق بالحكي اللي يطلع ونسمع أو يسولفون به السياسيين. 15 سنة هم بس يحجون، بس يحجون، بس تأثروا. ها طبعا السنة 16 وما شفنا إحنا شيء اليوم على واقع الحال ممكن يثبت إلى أنه هؤلاء جيدين أو سيئين. إحنا نفترض أن هم جيدين أو يطلع لي سيء، أفترض هذا سيء يطلع لي جيد. يعني شيء لو ضايع رأسه. طيب خلينا نأخذ اتصال. ابو نرجس من النجف، تفضل. الو السلام عليك. السلام ورحمه الله على ابو نرجس. شلونك عيني؟ يحفظك الله يخليك يسلمك. الله يخليك. احنا عندنا موضوعنا العقود. يا عقود. احنا على العقود، على الصحه. على الصحه. اي احنا من 2004 خدميين، من 2004 لحد الان. طيب وين انت بالصحه؟ بالمديريه نفسها؟ بالمراكز؟ ايه لا احنا على الاسعاف الفوري. على الاسعاف الفوري. طيب ايش صار وياكم؟ اي من 2004 لحد الان بس الواسطات تمشي. بس بالواسطات يثبتون؟ كل من واسطه، احنا ما عندنا واسطه فقره. يعني يثبتون بس الواسطات؟ نعم بس الواسطات. احنا حتى رواتبنا يعني قليله، 150 دينار. 150 الف قصدك؟ ايه 150 ألف. اي نعم 150 ألف دينار. أدى الطهنان لبن البرلماني تشتطين هو 150 يوم واحد. الله يخليك. وثمان ملايين ما تكفي. يقول ما تكفيني ثمان ملايين. أنا الله يحفظك. طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا حضرتك. هاي مصيبة ثانية. يعني اليوم حقيقة انتو سمعتوا هذا المرة صار همي عليه ضجة أحد البرلمان يقول والله 6 ملايين 8 ملايين ما تكفيني أنا، بس ابني فلان هو ذاك اليوم صارف له هالقد. يعني زين شلون لا تريد اليوم هذا المواطن يعيش ب 150 الف اللي هي ما قيمتها 110 دولارات اللي هي ما دون خط الفقر. هي هاي مو دون فقط، هي هاي اول بصيص الفقر المدقع اللي موجود اليوم يعيش المواطن العراقي. 150 الف شو تسوي؟ لا تجيب لها مخضر، لا تجيب لها الدنيا، لا تجيب لها سالفه، لا يعطيها بالمولده، لا بالايجار. وتتوقع هذا ب 150 الف اليوم عنده بيت ملك؟ وان كان عنده بيت ملك هل هو اليوم عايش بحياة الفايف ستار الخمس نجوم؟ لا طبعا. يعني هذا الحد الأدنى من الرواتب أتمنى من سيد رئيس الوزراء إعادة النظر به. يعني ما يبدي سلم الرواتب على 150 و120 و160 ألف و250 ألف. شوي خلينا نرفع عاسب دولي. مجلس النواب صالهم يسلتون بقلوبنا ومن قوتنا ومن من من عمرنا بهالفلوس هذه لحد ما هسه صاروا 6 ملايين. 6 ملايين مجلس النواب دي سوي اللي هو صانع اللي ذرة، جايب اللي تايها، مسوي للعراق. يعني اليوم العراق كبلد مع اعتزازي واحترامي للجميع، اليوم هذا البلد ما ممكن مقارنته بأي بلدان المجاورة إلا قارن لي بأي بلد. أي بلد اليوم مجاور العراق قارن لي إيش قد بالمية هو اليوم من هذا البلد؟ إيش قد بالمية؟ اعطيني شارع نفس الشارع، اعطيني مستشفى نفس المستشفى، نظام صحي عندنا نفسه، نظام اجتماعي نفسه. ذاك اليوم البارحة يحكي أبو النزاهة، هيئة النزاهة في على وزارة التربية قاعد يستقطعون من عندهم مال صحة ومال اجتماع. تقول لك وزارة ما أدري بها مدير، يعني شلون يستقطعون 1000 دينار و25 بالألف؟ طيب خلينا ناخذ آخر اتصال عندنا. أبو أحمد من الناصرية، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذ شلونك؟ خليك يحفظك الله. أدي شكوتين، واحدة على قطعة أرض طلعت للزمان صدام. على منو؟ قطعة أرض طلعت لك بالغراف. قطعة أرض، أي طلعت لك بالغراف. وعدي مستمسكات وما اعطوني اياها، كل ما اروح اراجع يطردوني. ما ليش طلعت لك؟ شنو وين كنت تشتغل؟ شلون طلعت لك؟ عسكري انا، عسكري. عسكري وطلعت لك؟ اي وراحت. طيب راحت. الواحد اسمه حسين شرامه من عند. من هذا؟ واحد استلمها حسين شرامه من عند نهر الغراح. طيب. هاي وحده تقاعد مالي، انا بالطبع بال 84 وعدي شهود والعمراء. طيب. اعرفهم موجودين، اعطيك اسمائهم بالتفصيل. اي. كنت بلواء العاشر سرية هندسة الصولة، حسبوا لي متقاعد من 93، يعني 11 سنة ضيعون علي. ليش؟ يقولوا لي ما عندك مستمسكات.
طيب زين، وضاعت 11 سنه تنظر في 22 سنه هسه راتبي 900,000 شو اسوي بها انا وادي عائله؟ كل شهرين 900,000 شو يسوون؟ يلا شاهد الله يعينك. طيب شكرا جزيلا لحضرتك يا ابو احمد. يعني اتمنى اني، وكان عنوان حلقتنا اليوم واضح جدا، هي رساله مفتوحه للسيد رئيس الوزراء، احذر محمود. راح نبقى وراء محمود، يعني مو محمود هو هذا كشخص، كل سماسره الوزارات راح نبقى وراهم، ومهما يكون هذا الموضوع من وثائق تجبيدنا، تسجيلات، كل هاي التفاصيل وكلها قاعد تجي تشوفون انتم مباشره، احنا نقدمها في هذا البرنامج، لا خط احمر على طرف ولا عندنا محددات على طرف. فلذلك اتمنى من الجميع ان شاء الله انه يدركون هذا بالبرنامج، واتمنى من سيد رئيس الوزراء ان يعني يوضح لنا سالفه محمود، حيصير محمود عندنا ما اعرف شنو فينا. نلتقي دائما على خير في هاشتاغ بالعراقي، الى اللقاء.